يوم القبض على اثنين من الهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل بتاريخ 21 من إبريل الجاري، حيث شددت الأجهزة الأمنية المختصة من إجراءاتها وعلى كافة الأصعدة للإسراع بالقبض عليهما. وفي هذا الإطار تم تكثيف أعمال البحث والتحري والتي أفادت باختبائهما في أحد منازل منطقة سار، وبعد التأكد من المعلومات وتدقيقها تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة. ومن خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني تم القبض على كل من رضا عبد الله الغسرة وحسين البنا، بالإضافة إلى 7 آخرين كانوا معهما في نفس الموقع ومطلوبين في قضايا أمنية أخرى. وتشير المعلومات الأولية إلى أن المقبوض عليهم ضبط بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية، بالإضافة إلى مواد تدخل في تصنيع المتفجرات وأجهزة تحكم عن بعد، كما أقروا باستغلالهم لعدد من المآتم في قرى مختلفة في تخزين أسلحة محلية الصنع ومواد تدخل في تصنيع المتفجرات، حيث بلغ بهم الأمر استغلال المآتم في مواد تدخل في أعمال القتل والتفجير، وعليه تم اتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بحضور محافظ المحافظة وممثلي الأوقاف الجعفرية والقائمين على هذه المآتم. وقد تم بالفعل ضبط مواد لتصنيع المتفجرات وقواذف جاهزة للاستخدام، وعليه تم تحريز المواد المضبوطة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية لإحالة القضية إلى النيابة العامة. وفي ضوء هذه العملية الأمنية الناجحة، قام الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بزيارة إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. رافقه خلالها اللواء عادل بن خليفة الفاضل وزير الدولة لشؤون الداخلية، واللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام، حيث التقى معالي الوزير خلال زيارته بعدد من الضباط وضباط الصف في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، وقد أعرب لهم عن خالص شكره وتقديره على جهودهم التي ساهمت في هذه العملية الأمنية النوعية والتي اتسمت بالدقة والاحترافية والسرعة، سائلا المولى العلي القدير أن يوفقنا جميعا في حفظ أمن وأمان الوطن في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.